أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أزمة انعدام مياه الشرب في محافظة تعز وتبعات عودة الأزمة على حياة أبناء المدينة. إذن يعاني سكان مدينة تعز من غياب المياه الصالحة للشرب بسبب استمرار توقف مشروع المياه الحكومي الذي يرفع المياه من آبار منطقة الضباب ويوزعها على مناطق المدينة المختلفة. سكان المدينة قالوا أن الاستنزاف العشوائي للمياه بالإضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بحصار الحوثيين المدينة أسهم في خلق هذه الأزمة، فيما أرجعت مؤسسة المياه والصرف الصحي أسباب الأزمة الحالية إلى مشكلة الحفر العشوائي للآبار بالإضافة إلى سيطرة ميليشيا الحوثي على معظم المناطق التي تغذي المدينة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوعين لنناقشه من خلال محورين: تبعات تفاقم أزمة انعدام المياه الصالحة للشرب على حياة السكان، وماذا يمكن أن تقدم الجهات الرسمية لحل هذه المشكلة. أينما وليت وجهك في هذه المدينة وجدت أزمة، هكذا تعيش تعز معاناتها، وهكذا يمضي المشهد في المدينة المحاصرة. لا تتوقف الأزمات عند حدود الملف الأمني والعسكري، بل إن الخدمات أيضاً أصبحت شبه معدومة من غياب تام للمياه الصالحة للشرب واستمرار لتعثر القطاعات الخدمية الأخرى. أسباب عديدة أدت إلى خلق أزمة انعدام المياه، أهمها الاستنزاف العشوائي وتوقف عملية الضخ إلى المناطق السكنية والزراعية، بالإضافة إلى تأخر موسم الأمطار عن موعدها المعتاد، وهو ما جعل سكان المدينة يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على المياه. لا تتوقف المشكلة عند هذه الأسباب فقط، بل إن الحوثيين تسببوا في خلق الأزمة أيضاً، حيث اتهمت مؤسسة المياه والصرف الصحي في تعز ميليشيا الحوثي بإيقاف ضخ المياه من الآبار الرئيسية الواقعة تحت سيطرتها شرق المدينة. استنزاف المياه الجوفية أيضاً بشكل مباشر أسهم في تضاعف الأزمة، حيث تستنزف عملية زراعة القات في ريف تعز الغربي كميات كبيرة من المياه الجوفية، خصوصاً في منطقة الضباب والتي شكلت طوال الفترة الماضية مورداً رئيسياً لسكان المدينة. معاناة كبيرة إذن يعيشها سكان تعز، حيث لا يستطيعون توفير قيمة خزان مياه واحد بسبب الأسعار المرتفعة إلى أضعاف ما كانت عليه، وهو وضع يتفاقم يوماً بعد آخر أمام عجز الجهات الرسمية على حل المشكلة وتوفير أبسط مقومات الحياة. وانضم أيضاً إلينا من تعز مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي في المحافظة الأستاذ بدري الإبي. أهلاً بك أستاذ بدري. اهلا وسهلا، حياك الله، معك المهندس بدري محمد احمد. اهلا باشمهندس. بدايه لو نتحدث بدايه عن الجهود التي قدمتموها في المؤسسه، واين تقفون من هذه الازمه الحاده التي باتت اليوم تؤرق حياه المواطنين في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه المدينه؟ حياكم الله وحيا الله مشاهدي قناه القيس، ونشكركم على اهتمامكم بهذه الازمه الصاحبه التي تعيشها مدينه تعز. وعبر هذه الشاشه احيي الاخوه المواطنين الصامدين داخل المدينه. المؤسسه منذ الوهله الاولى لهذه الحرب الطروسه التي تشن على المدينه تمكنت من اعاده البنيه التحتيه لعدد من الابار داخل المدينة، حيث كانت يعني شبه مدمرة وواقفة، وكما تعلمون انعدام الكهرباء أيضا، فاستطعنا إعادة تأهيل البنية التحتية لآبار المؤسسة حتى توصلنا إلى 21 بئر، وكذلك عملنا على إعادة تأهيل الآبار المسجدية الوقتية التي تزيد عن 15 بئر للحد من هذه الأزمة. وكما تعلمون كانت المدينة تعاني من حصار الضباب وإلى غير ذلك. والمؤسسة داخل المدينة تعمل بكامل طاقتها في تشغيل الآبار، الآبار الموجودة في بعض الأحياء ونطاقات المدينة، وهناك بعض المناطق لا تتغذى من هذه الآبار ويصل انقطاع الماء عليهم إلى 4 سنوات ويزيد. آبار المؤسسة الكبرى تصل آبار المؤسسة إلى 60 بئر، ما يزيد عن 21 بئر هو خارج نطاق المدينة ويقع تحت سيطرة الحوثيين،
والأصل فيها ما نشغل هذه الآبار بناء على الدعم الحاصل من الجهات المنظمة الدولية التي تمدهم بالديزل وتمدهم بالنفقات التزويرية وتمدهم بأشياء كثيرة محرومة المدينة منها إلا النذر القليل. ولهذا نجد أن احتياج المدينة يصل إلى 35,000 متر مكعب في اليوم، بينما الآن نحن ننتج داخل المدينة ما يقارب من 3,000 متر مكعب، فالعجز كبير جدا. وهناك بعض الآبار نعم تعمل خارج نطاق المدينة ويصل إلينا منها المياه بشكل متقطع. طيب سنتحدث مهندس بدرين سنتحدث بشيء من التفصيل عن هذه الإشكالية، إشكالية الآبار الموجودة تحت سيطرة وإمكانية وقدرات السلطات المحلية في تعز والتي هي خارج السيطرة وهي تحت سيطرة الحوثيين، وتعامل المؤسسات الدولية والمنظمات الداعمة في هذا الملف. أرحب بضيفنا من تعز الزميل الصحفي عبد الحكيم هلال، وهو كان عد تقرير موسع حول أزمة المياه في تعز. أهلا بك أستاذ عبد الحكيم. ألو، السلام عليكم أستاذ عبد الحكيم. وما أنك أنت عديت تقرير موسع حول أزمة المياه، إلى أي مستوى يمكن القول اليوم أن وصلت هذه الأزمة في محافظة تعز من خلال متابعتك لها؟ طبعا الأزمة بدأت تتراكم خلال شهر تقريبا، عندما أوقف الحوثيون المدينة في حوضان الآبار الرئيسية وحوض المياه الجوفي الرئيسي لمدينة تعز، بدأوا بقطعه قبل شهر خلاف الاتفاق الموقع مع منظمة مدينة تعز. بدأت الأزمة تتراكم أكثر مع أيضا مع تأخر موسم الأمطار السلام عليكم، كيف حالك؟ الو، انت على الهواء عبد الحكيم، تفضل. الو، تفضل نسمعك. طيب يبدو ان هناك اشكاليه في الاتصال، سنعود لك استاذ عبد الحكيم مره اخرى. اعود مره اخرى لمدير مؤسسه المياه في تعز. استاذ بدري، في تحدثت عن جهود قمتم بها في المؤسسه ل محاولة حل هذه الإشكالية والأزمة، لكن ما زالت هناك ربما الأزمة مستمرة ومتواصلة والمواطنين يتحدثون عن ذلك. ما هي الأسباب الحقيقية اليوم، ولماذا بعض يعني مثلا هناك مناطق لم تصلها المياه بشكل نهائي؟ يعني بالنسبة لنا لا زالت الأزمة قائمة ونعمل جاهدين للحد منها. لذلك اتخذنا خطة طوارئ عمل مع المجلس المحلي للمحافظة برئاسة قيادة المحافظ نبيل شمشان الذي يتابع هذه القضية. خطة الطوارئ تتكون من عدة أمور، منها تشغيل جميع آبار المؤسسة داخل إطار المدينة، التواصل جاهدين مع المنظمات الدولية ومنهم خارج المدينة على إمداد المدينة بالمياه من آبار المؤسسة، وتشغيل جميع الآبار الموجودة هناك وهي آبار ذات إنتاجية عالية وكثيرة، ولو أنها شغلت في كامل طاقتها لحدت من هذه الأزمة خلال أيام. أيضا العمل على تشغيل الآبار الخاصة المتوقفة، غداء القطاع الخاص أو البيوت الخاصة أو من يملكون مثل هذه الآبار المتوقفة، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة يتم تشغيل بعضا منها بعد ترتيبها وإزالة الإشكال حولها. كذلك العمل على منع طرق الوايتات إلى خارج مدينة تعز محملة بالمياه لأجل سقيا القاط أو المزروعات، وكذلك أيضا إبلاغ النقاط الأمنية خارج المدينة لمنع هذه الوايتات من تجاوز حدود المديريات المعنية، خاصة في المنطقة الغربية المضبضة، خاصة أن هناك بلغت يعني زيادة في الأسعار كنونية واستحواذ مزارعي القاط على هذه الوايتات بأغلى الأثمان حتى يتمكنوا من رجل القاط الموجود. لا شك أن تأخر الأمطار. طيب سأعود لك تأخر أمطار تمام، سأعود لك. أعود مرة أخرى للأستاذ عبد الحكيم هلال من تعز. أستاذ عبد الحكيم، إذا استمعت لحديث مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي يتحدث عن خطة إسعافية، خطة طوارئ لمعالجة هذه الأزمة، والكثير من الجهود يبذلوها للحد من هذه الأزمة، إلى أي حد تعتقد أن هذه الخطوات والمعالجات
قد عملت على تخفيف الأزمة الحاصلة اليوم في مياه الشرب في داخل مدينة تعز؟ أستاذ عبد الحكيم، طيب أعود مرة أخرى للمهندس بدري الإبي مدير مؤسسة التنمية والصرف الصحي. في تصريحات صحفية تحدثت عن تلاعب تقوم به ميليشيا الحوثي في ضخ المياه، بداية ما شكل هذا التلاعب وما دور المنظمات المعنية اليوم والتي تدعم مشاريع المياه وباقي المشاريع الخدمية داخل المدينة؟ يتمثل هذا الامر في استغلال بعض الابار للبيع للوايتات هناك في مناطق حبير والحيمه الى جانب مزروعات القاف، واحيانا بمنع الفرق العامله من العمل واعاده تشغيل هذه الابار واستغلال هذه الابار والمياه كسلاح في الحرب ضد المدينه، وهذا ما تحرمه الشريعة الإسلامية والعرف الدولية المتعارف عليها. ولهذا تم إبلاغ المنظمات الداعمة لهذا الجانب وبدأوا يعني بالتحرك في هذا الإطار، وسيتم تحرير رسائل ومذكرات في هذا الخصوص. فهذا نوع من هذا الجانب، يعني هو استخدامه كسلاح ضغط وحصار وحرب ضد المدينة. طبعا هناك لا شك مياه تصل تحت التهديد او يعني تصل خلسه او تصل يعني يتعرض البعض للتهديدات في هذا الجانب. يتمثل هذا رغم وجود كما قلنا الدعم الذي ممكن ان ينشغل كل هذه الابار سواء من وقود الديزل او الحواجز او النقاطات التشغيليه والصيانه والمعدات، قاموا بعمل تجارب. الاصل الان يتم تنفيذ ما تم دراسته وايصال المياه داخل المدينه. فهذا النوع من الى جانب ايضا الاستهداف والتدمير لابار الحقل الغربي و عملية القنص والاستهداف لأي شخص يصل من هذه الآبار، خاصة في آبار الضباب القريبة من مصنع السمن والصابون، وإلى جانب أيضا تفخيخ الطرق المؤدية إلى هذه الآبار التي قد يكون يشكل فيها خطورة على العاملين لضرب أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الحقل الغربي وغيره من الآبار. طيب سأعود لك سعد لك المهندس بدري، وينضم لنا من تعز الصحفي احمد الصهيبي. اهلا بك استاذ احمد. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. استاذ احمد، بدايه كيف تقيم ازمه انعدام المياه الصالحه للشرب داخل مدينه تعز؟ مساله هذه الازمه في محافظه تعز مشكله كبيره لاهالي، استمرارا للمعاناه ايضا التي عانوها منذ بدايه الحرب. في بدايه الحرب انقطعت الكثير من المياه عن هؤلاء السكان، خاصه في مدينه تعز، والذي تسبب فيها الحصار الذي كان مفروضا على المدينه في الكثير من المناطق. كان يمنع دخول هذه المياه الى المدينه عبر النقاط التي استحدثتها جماعه الحوثي في مداخل المدينه. بعد الفتح الجزئي للحصار عن هذه المدينة عادت المياه مرة أخرى، ولكننا نتفاجأ بمشكلة طبيعية في انقطاع هذه المياه. ما قامت به الكثير من المنظمات والجمعيات الخيرية في محافظة تعز منذ بدء الحرب كانت تتمثل في تزويد الساكنين في المناطق المحاصرة بالمياه عبر مدهم بخزانات المياه أو عبر مدهم بالوايتات الى هذه المنازل. لكن الان الكثير من هذه الجهات توقفت عن مثل هذه المشاريع بسبب عوده المياه مره اخرى، لكنها تتفاجأ الان بهذا الانقطاع المفاجئ، كونها ليس لديها لم تعد دراسات خاصه
بهذه المشاريع أو لم تسوقها لدى بعض الجهات المانحة والتي ستقدم دعمها لهذه المنظمات، بالتالي ستكون هناك مشكلة في تزويد الناس بالمياه عبر هذه الجمعيات والمؤسسات لهؤلاء السكان في المدينة. قد تكون هناك تدخلات عاجلة وآنية لكنها لن تفي بالغرض ولن تفي باحتياجات هذه المدينة. أستاذ أحمد، أنا كنت سأسألك عن سبب عودة أزمة المياه في هذه الفترة، مع أنه في الأحداث السابقة والفترة السابقة كانت اختفت، لكن يبدو أنها في الفترة السابقة اختفت كما قلت لأن كانت هناك جهات خيرية تعمل على تزويد المواطنين بالمياه. أنت أشرت إلى نقطة ربما تتعلق كأنك تريد أن تشير أو تحمل المسؤولية الجهات والسلطات المحلية داخل المدينة أنها مقصرة في رفع المشاريع والمقترحات للجهات المانحة وأيضا الخطط الموجودة لها، لكنها تقوم كما استمعنا لحديث مدير مؤسسة بالكثير من المعالجات للحد من هذه الأزمة، يتحدث عن وجود خطة طارئة لديهم. كيف تقيم هذه الجهود وإلى أي حد هم الآن يمكن تحميلهم المسؤولية في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي على مجموعة من الآبار ومساحة يعني غير عادية من الآبار التي تزود المدينة وهي موجودة بالفعل خارج المدينة وخارج سيطرة الحكومة الشرعية اليوم؟ لا، في الحقيقة أنا لم أوجه التقصير بشكل كبير إلى السلطة المحلية ممثلة بمؤسسة المياه في المحافظة أنها هي من تتحمل المسؤولية الكاملة. كنت أقول بأن الكثير من المنظمات العاملة، المنظمات المجتمعية التي نفذت العديد من المشاريع التي تمثلت في تزويد الناس بالمياه خلال استمرار تدفق المياه إلى هذه المدينة، توقفت الكثير من هذه المشاريع لأن المدينة لم تعد بحاجة كبيرة لهذه المساعدات، وفي التالي نفذت مساعدات قدمت دعمها لتنفيذ مساعدات أخرى لهؤلاء السكان في مجالات أخرى. لكن هناك في جانب السلطة المحلية في الأصل أن يكون لديها رقابة على الكثير من المواطنين الذين يقومون أولا بحفر الآبار العشوائية وخاصة الآبار القريبة من المشاريع الرسمية التابعة لمؤسسة المياه. أيضا مزارع القاس التي استنزفت الكثير من هذه المياه، هناك مزارع شاسعة تم استحداثها من قبل المواطنين لزراعة القاس في المناطق الغربية أو المناطق الجنوبية، مناطق شاسعة جدا تستنزف الكثير من المياه الجوفية. أيضا هناك الكثير من الآبار التي تم حفرها في مناطق كثيرة لا تقوم بعملها سوى لأشهر عديدة ثم يتم استنزاف مياهها بالكامل. على السلطة المحلية ما ذكره المهندس بدر اللبي في حديثه أن لدى السلطة المحلية أو مؤسسة المياه في المحافظة لديها خطة لمعالجة هذه المشكلة، لكن ما نأمله نحن أن تلقى هذه الحلول سرعة في الاستجابة والتنفيذ من قبل السلطة المحلية، سواء في متابعة الآبار العشوائية والجهات التي تقصر في عملها أو التي تزود الناس بالمياه في مدينة تعز، خاصة هي تزودهم اليوم بهذه المياه بأسعار باهظة. الكثير من المواطنين لا يستطيع دفع هذه المبالغ لتجار المياه، هؤلاء الذين يدخلون الماء إلى وسط المدينة. الكثير من الأسر إما فقدت عائلها أو أن عائلي هذه الأسر لديهم صعوبة في كسب المال. كل هؤلاء الأسر لا يجدون أيضا لا يجدون ما يسدون به رمقهم، فكيف سيدفع الأسرة الواحدة مبلغ 12,000 إلى 15,000 قيمة الوايت الواحد؟ نأمل أن يكون لجهود السلطة المحلية أو لمقترحاتها في تخفيف هذه المشكلة أن تبدأ بتنفيذها في متابعة هذه الجهات التي تقوم بالحفر العشوائي. بالإضافة أيضا أننا لا نحمل كل هذه الجهات أيضا مسألة هذه المياه نظرا لتأخر هطول الأمطار ونحن الآن على مشارف فصل الصيف. كل هذه الأسباب اجتمعت في مرة واحدة على السلطة المحلية كما قلت أن تنفذ هذه الحلول والمعالجات التي ذكرتها، كما أيضا على المنظمات أيضا الأخرى. طيب سأعود لك أستاذ محمد، كما نقول أن على المنظمة طيب سأعود لك نعم نقول أن على المنظمات الأخرى أيضا
أن تكثيف جهودها بشكل ما أو بآخر. طيب سأعود لأسألك عن دور الجهات المانحة والمنظمات العاملة اليوم والتي تعمل على تقديم الدعم للبنية التحتية في محافظة تعز. أعود مرة أخرى للمهندس بدري الإبي مدير مؤسسة في تعز. مهندس بدري، تحدثت عن تلاعب تقوم به ميليشيا الحوثي من خلال الآبار التي هي تحت سيطرتها. ما هو موقف الجهات المانحة والمنظمات اليوم الداعمة لهذه المشاريع أن تقول أنكم ترفعوا لهم تقارير والرسائل؟ هل يتم الاستجابة لها؟ وكم حجم التغطية لهذه الآبار فيما يخص المياه التي تحتاجها مدينة تعز؟ أحد أولاً أن أوضح أن المؤسسة جاهزة بجميع المشاريع والاحتياجات المطلوبة. إذا كنت تعلم يا أستاذ أحمد أن داخل مدينة تعز تدفع اليونيسيف شرع أج صنعاء، وأن هناك فعلا موازنة عالية جدا ترصد باسم مؤسسة المياه مركز الرئيس، وأنه يفترض فيهم أن يكونوا قد أعادوا تأهيل مركز الخدمة الرئيسي داخل المدينة لفعل الموازنة التي رصدت خلال الأعوام السابقة، خاصة إذا نبع إلى علمنا أن هناك ما يدعى من 100 مليون دولار 144 مليون دولار مخصصة لقطاع المياه سواء في كل المحافظات أو في مدينة تعز. إذا إحنا رفعنا خطة الاستجابة الطارئة والمشاريع التي تحتاجها المؤسسة في بنية التحتية، لكن للأسف لا يوجد تجاوب مع هذه المشاريع، بل أنه ما سمعنا وأرجو أن لا يكون صحيحا أنه تنفذ إعادة ترميمات غزاني داخل صنعاء على حساب مؤسسة مياه تعز. هذا يعني كما وصلنا ونرجو أن لا يكون صحيحا أو يتم التأكد. يعني هذه القضية. نعم هناك اتصال مع منسقية المنظمة للشؤون الإنسانية وعرضنا عليهم مشاكلنا التي نطرحها، ولهذا هم أرادوا أن يزيلوا مدينة تعز إلى بنك إلى فرع اليونيسيف عدن بحيث يحلوا هذه الاشكاليات، وبدأوا يعني في الدراسات وكذا، لكن لا زلنا على ذمة يونيسيف صنعاء، ولابد أنهم يأخذوا بعين الاعتبار احتياجات المدينة في الداخل من حيث إعادة تأهيل المبنى الرئيسي ومتطلبات التي تعرض للتدمير، وكذلك مخادم المؤسسة والشبكة الرئيسية وإعادة تأهيل البنية التحتية. ما يخص وهناك تجاوب أيضا وتواصل مع الصليب الأحمر الذي كثيرا ما كان يتدخل وإشعاف المدينة بالشحنات من الديزل، يعني كأنه ينتزعها انتزاعا مع بحيث أن احنا نشغل هذه الآبار. طبعا هذا إذا قلت لك أن مثلا آبار الحوقلة والعامرة تبلغ 19 بئر، ممكن تنتج لنا في اليوم ما يزيد عن 7,400,000 لتر. كم هو من نسبة الاحتياج؟ كم يمثل هذه الأرقام؟ كم تمثل من نسبة الاحتياج؟ الاحتياج طبعاً يصل الاحتياج الأعلى للمدينة يصل إلى 35,000 متر مكعب في اليوم. هذه إذا كان 7,000 من الحقلة والعامرة و4,000 من الضباب والحرير والحوضان يصل إلى 3,000، فهذه قد تصل إلى ما يقارب من 15,000 متر مكعب في اليوم، إلى جانب إضافة 3,000 ننتجها نحن داخل المدينة. هذه أقصى طاقة استيعابية ممكن تصل لها المؤسسة إلى 18,000 إلى 20,000 متر مكعب في اليوم، تقريبا 50% من الاحتياج. نسبة الاحتياج إذا أعيد تأهيل المؤسسة وتشغيل طاقتها إلى ما قبل الحرب لا نصل إلى 18,000، بعكس قد يصل إلى 35% أو يعني بهذا الرأي 30% من الاحتياج. لكن في الوضع الحالي للمدينة يعني قدرتنا الإنتاجية من 21 بئر تصل إلى 3,000 متر مكعب في اليوم، والاحتياج 35,000، يعني بنسبة عجز قد تصل 144%.
فهذا يعني فجوة كبيرة وشطب هذه الأزمة. طيب أشكرك جزيلا المهندس بدر الإبي مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي من تعز، وأعود للصحفي أحمد الصهيبي. مؤتمرات كثيرة وخطط تقدم فيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية في اليمن، هذه الأزمة اليوم في تعز أزمة المياه، أين هي من خطط الاستجابة الإنسانية وخطط الطوارئ، وكيف تقيم أداء المنظمات والجهات المانحة في هذا الملف؟ بالتالي إذا كان ما تحدث به المهندس بدر الإبي عن نسبة ما تقدمه مؤسسة المياه للمواطنين 3000 متر مكعب في اليوم، ما هذه كارثة كبيرة بالفعل يجب تلافي. إذا كنا نقول أنه في السابق المواطن أن يعيشون في فراغ كبير من بسبب هذه الأزمة. هناك الكثير من المواطنين من كانوا يحتاجون إلى نسب كبيرة من هذه المياه، اليوم لا يحصلون على نقول أن 20% من نسبة ما كانت تقدمه مؤسسة المياه في السابق. بالتالي إذا كانت المنظمات والجهات المانحة لم تقدم شيء لهذه المدينة فهذه تشكل أيضا فجوة كبيرة. لكن نحن نقول أن هناك على السلطة المحلية لديها مكاتب خاصة بمتابعة هذه المنظمات وتنسيق المساعدات الإنسانية التي تصل إلى هذه المدينة، وأيضا وتسويق الاحتياجات وتسويق التصورات لهذه المنظمات. نقول لها ما الذي قدمته أو ما الذي قامت به السلطة المحلية في سبيل التنسيق مع هذه المنظمات وفي سبيل توفير الدعم من المساعدات التي وصلت إلى اليمن وخاصة إلى محافظة تعز عبر المؤتمرات، سواء مؤتمر المانحين أو بقية المؤتمرات. هناك مؤتمرات كثيرة تم عقدها بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن. ما الذي وصل السلطة المحلية من هذه المساعدات الكبيرة التي أعلنت عنها هذه المنظمات؟ بالتالي إذا كنا نقول أن هناك ميزانية مخصصة مثلا لمشكلة المياه، بالتالي نحن متأكدون أنها ستخفف ولو جزءا بسيطا من هذه المعاناة. لكن نحن نقول أن الكثير من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تتلقى دعما خاصا من العديد من الجهات والمنظمات الخارجية، لا نقول المنظمات. طيب مع عودة الأزمة الآن هل لمست في الدول العربية؟ طيب أستاذ أحمد، مع عودة هذه الأزمة هل لمست أي جهود لهذه الجمعيات الخيرية والمبادرات المجتمعية التي كانت موجودة خلال فترة الحرب؟ هل عادت للعمل اليوم للتخفيف من هذه الأزمة؟ هناك جهود بسيطة لا نستطيع ذكرها، لا تتعدى 5% من حجم الاحتياج أو من نسبة ما كانت تنفذه في الفترة السابقة. نتحدث أن منظمات ومؤسسات كانت توزع في اليوم 100 ما يكفي 100 خزان من المياه على مدينة تعز. اليوم لا نجد من نسبة ما يتم تقديمه لا يتعدى 20% مما كان يتم تقديمه في خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى ما تقول عنه مؤسسة المياه بأنه شحة في الإمكانيات والدعم الذي يصلها. هناك مشكلة أيضا في نسبة الدعم وإعادة تأهيل هذه الآبار. الكثير من الآبار تعطلت بسبب الحرب، والكثير من الآبار أيضا بحاجة إلى مشتقات نفطية لإعادة تشغيلها وتزويد الناس بالمياه. كما لا ننسى أيضا مشكلة الحصار الذي لا زال مفروضا على مدينة تعز، يسبب مشكلة كبيرة للسكان ويسبب مشكلة كبيرة للمواطنين وعجز كبير أيضا لمؤسسة المياه في مدينة تعز، في خاصة من الآبار التي تتواجد في أطراف منطقة الضباب التي لا زالت تسيطر عليها جماعة الحوثي. هناك أيضا منطقة الحوبان في أيضا مديرية التعزية. بالتأكيد، وهذه الأسباب تمت الإشارة إليها سابقا. أشكرك جزيلا الزميل الصحفي أحمد الصهيبي، كنت معنا من تعز، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل محمد عبد المويت.